السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في الدرس 21 من سلسلة تعليم سيارة أو تصميم سيارة أودي تيتي. خلصنا الدرس الماضي، الضوء الخلفي عملت له ميرور كالعادة، شفنا كيف عملنا الميرور كيف زبطنا. يمكن في شغلة بس ضفتها أنا، هي إني أعطيت بوش أعطيته لهذا الشكل. لاحظوا كيف كان قبل، كان ماشي حلو بس انه كان نازل حارب شوي، انه كانت هيك نازل شوي تحت لك، بس ان شاء الله شلون بيصير اكبر شوي، بياخذ بيعبي الزاوية. يعني اثنين مقبولين. في هون بس حابب شوي زبط الحدودية هون، طريق اني اخذ ايدج من هون شيفت هذا العلم كلياته. في عندي هون كنا انا نزود الحدوديه بالاصل، فتعال نلغيها هاي الطريقه كالعاده، بنعلمون نعمل ريموف، بعدين نشوف النقاط في ثلاثه، كمان بنعمل ريموف. طريق الايدجز كونكت، خلينا نشوف الايدجز المعلمين. وين عم يروح الاتش؟ شيء غريب. يكون كتير طالع فوق، إذا راح نرجع نشوف كيف ننزله. هذا المكان، ارجع لهون اخذ هذا، كمان راح الغي هاي اللي هون شيفت ريموف، هاخد النقاط كمان ريموف شيفت شيفت. غريب ما عم يتابع لهون. حدد مدويا، في هي النقطة غلط مكانها. ريموف نفس الشي، رح اعمل F3 لشوف وضوح اكتر. بدي اجي لهون، او عفوا خليني هون طفي بس ديرو سموث، اجي لهون اختار ايدجز مرة ثانية لحتى اعرف وين بدي احط الضلع. لاحظت وينه كنكت، فبدي احاول انه اخلي كمان هون نفس الشي. يعني يمكن هيك تمام، في عندي بس شوية تظبيطات.
يعني بس عم حاول يعني يزبطهم شوي، طابون على بعض. لحظة هون طلع محدد شي تحت، بتفق انا بطفي show end result زد لحتى اقرب عليه برجع. في هي شوي تقريبا بالشكل هذا كنترول اس. على كل هذا الدرس طولنا بهي شوي، خلينا نشوف الريفرنس شو في عنا نساوي ورا. في عنا تي دي، خلينا نشوف التكست اللي عنا. طب تي دي الخط تقريبا هل فيه على السريع، يعني بدي احاول انه ما يكون له عكفه يمكن من تي من تحت. تمام، بس طيب فيني اكبس ال حتى اكتب الكابيتال لتر تي تي. خلينا نشوف تي تي نخلص من المشكلة، و هغير الخط كمان اشوف شو فيه. تقريبا هي كتير مستقيمة تي تي هذا الشكل اسمه ويبدينجز، يمكن الخط ويبدينجز. على كل كتير كبير، راح اصغر السايز، راح اعطي بيفل. بيفل يعني حلاوته انه عن الاكسترود، اكسترود بس بيعطي بعد، اما هذا البيفل بيعطي بعد بعدين بعد تاني او تالت حتى. وفيني يعني حورجيكم شو قصدي، مثلا هون اعطيه هاي 0.2 مثلا، راح اعطيه كمان 2 ليفل. نشوف هوني، خلينا نشوف اس اف اف 4 اشوف منيح. هاي راح خلي 0. مثلا 0.1، اعطي هيك شفت هي مثلا، خليني كمان خلي 0.5. عندي هذا الشكل هون مثلا، اكيد هاي 0.2 وهون 0.2. هون راح يكون ناقص 0.05، يعني عكس هاي اللي هون. تمام، عشان يعطيني هذا الشكل هيك. فيني خلي سموث ف اس اف 4، نورجيكم شو قصدي هيك، لانه بتعرفوا هذا الخط ما فيني اعطيه تنعيم، اذا بعطيه تنعيم بيعمل مشاكل لانه فوق هون ما في ايدجز، اما هيك بحصل عليه مع تنعيم بسهوله. خلينا نحطه هلا في 3 شادد. اي مشان دبليو، اي مشان سناب، ناقص 90
هما كانوا النهاية، راح أصغره. يعني تقريبا طوله في منتصف القرن، وكتير طوله قصير يعني هيك. خلينا نظبط الروتيشن. طيب راح ادور اول شي بالشكل، لاحظوا هون كيف حاسه شوي ظبط، يعني حاسه الطابق مع الخطوط، فراح اكتفي وخليني ادمه لحتى بين حرف واحد بس، يعني نص الاوبجكت، بعدين دوره هيك. في السناب طفي ايه يعني، خليني اعطيها المادة والواير خليه رمادي. حاسه كأنه مايلي، لازم يكون هيك، ما بعرف. في عندي كمان الإشارة هاي، سويناها قبل هالمرة، راح اسويها بنفس الطريقة. بتذكر يمكن تيوب،